والله ما كاين اللي خسر هذا كي تهادو ها كان مرشح وكان عباد الله ها هو دوك شكون يدير هذا الا كان شكون هو شكون هو هذا البخاري البخاري هذا عبد الله انا ما عنديش ما مساكين سيدنا وبت مساكين لا هادو هنا راه غدو لا ما هادو الما خانش كنشربو فيه الما بغيت نعيش حتى انا بغيت نعيش حتى انا بغيت نعيش بركة من تهميش بركة بغيت نعيش حتى انا بغيت نعيش بركة بغيت نعيش بالوحدة والتضامن بالوحدة والتضامن اللي بغيناه يكون يكون اللي بغيناه يكون يكون شربوا في غام الواجهي عندنا ديريكت الواجه حد الليله الدنيا انا وخانش والله الا ما كان شربوا في خانش وقال الله يبكيك عايش عاب الدواء هذا الدر عايش عاب الدواء من الموت انا وياه الدوله الاولى اللي عطينا خيرات وحنا عندنا الدوله 11 ديال اليوم وشحال بي عطينا الماء وعطينا الخيرات وهما دارين لنا الجفاف في ديورنا وفي ولادنا ولينا خانزين ونجمع علينا الدباب الاخضر والدباب الاخضر كنا في الوطن والدباب الاخضر ونجمع علينا في الوطن والدباب الاخضر راه كتعرفوا على من كيحط وراح البشر وراح ناخذنا ونرجع عندنا ايمان ولينا حنا عمال الدباب الاخضر وكاع ولينا الدباب الاخضر وولينا عايشين وفي الخوان وفي الخنز ونشربوا الخنز ونضربوا في الخنز وعيب عليكم وفيكم ما مسؤولين ورحمونا يرحمكم الله ورحمونا يرحمكم الله ورحمونا قد يرحمكم الله ورحمونا قد يرحمكم الله أولادنا كيتلقاو ليهم في الليل كتقوم وغا الشوك ولا طربان وغا الوسخ وغا الويل كحل الضو خاصك تعطيني الرشوة باش جيت تركب البولة هادي تلت سنين ما كينا ركبناش تلت سنين والله إلا 100 درهم كنعطيو البولة باش يركبوا علينا في الزنقة 300 درهم والكذاب راه يدينا على 300 درهم حدو الحبس يرجع طوبيس معليش عندك طوبيس انا عايش نعيش ما كاينش عندنا الضو في الطريق ما عندناش الماء ما عندناش الضو ما عندناش المرفوض ما عندناش الطريق ما عندناش الضو هنا انتخابات تيبان اي وقت انتخابات تيبان غير انتخابات كاين شي حتى واحد ما كيبقى يبان وحنا ما غنتخبوا على حتى واحد كل واحد غنتخبوا هذه مش المنتخب ولا نتحمل المسؤوليه ولا نتحمل حتى واحد ما تيجيش تقول معايا راكم فايلا راكم باشا حاجه ما كاينه هما نجيو ندبروا نقول لك باغي انتخابات حنا ما
ماش بيننا وبين الانتخابات، حنا كندوا على حقوقنا. الاحتجاجية الأولى من نوعها اللي كيشاركوا فيها سكان نساء ورجال وشيوخ وأطفال من الدواوير الملحقة للمدار الحضري ديال المدينة الجديدة. وهذه الوقفة اللي كتعطرها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في إطار الاهتمام ديال الجمعية بالحقوق والقضايا ديال المواطنين والمواطنات، وخصوصا الحقوق ديال العيش الكريم. هاد الدواوير مالهم؟ هاد السكان مالهم؟ هاد السكان من 2009 الدواوير ديالهم تم الإلحاق ديالها بالمدار الحضري ديال المدينة الجديدة، ولكن للأسف الشديد لحد الآن ما كاين حتى شي مؤشر من مؤشرات ديال الحضارة في هاد الدواوير. لا ضوء، لا ماء، لا سبيطار، لا مدارس، لا طرقات، لا نقل، لا واد حار، لا حتى شي حاجة. هاد الناس تعيشوا الحياة ديال الجحيم. هاد الناس تعيشوا الحياة ديال الجحيم. هاد الناس تعيشوا جميع المظاهر ديال الإقصاء وديال التهميش وديال الحرمان في القرن 21، وهما على بعد جوج كل على بعد جوج ديال الكيلومترات ولا ثلاثة من مدينة الجديدة. هاد الناس باش كيطالبوا المطالب ديالهم عادلة ومشروعة، كيطالبوا أنه إلى هاد الدولة لحقاتهم بالمدار الحضاري، إلى هاد المجلس البلدي لحقهم بالمدار الحضاري، إلى هاد العمالة لحقاتهم بالمدار الحضاري، تيخصهم يحقوا لهم المطالب ديالهم اللي هي بسيطة وعادلة ومشروعة. ناس خصهم الضوء، ناس خصهم الماء، ناس خصهم الطرقان، ناس خصهم الواد الحار، ناس خصهم مستوصف، ناس خصهم الامن، ناس خصهم طوبيس النقل الحضاري، والناس خصهم الى بغات غير مرا تولد بغا يهزوها للسبيطار خص طوبيلونس تلقى الطريق منين دوز. دابا الوليدات في الوقت ديال الشتاء كيضطروا انهم يتوقفوا على الدراسه، وحنا طرحنا واحد السؤال هذه واحد نص ساعه على السيد القائد، قلنا له شكون المسؤول؟ الدوله هي المسؤوله، السيد العامل هو المسؤول، المجلس البلدي هو المسؤول، الدولة المغربية كاملة هي المسؤولة. وبالتالي حنا كجمعية مغربية لحقوق الإنسان من هذه البلاصة كنقولوا لهاد الناس بأننا غنبقاو كنساندوكم في جميع الخطوات ديالكم. بلادنا في خطر، بلادنا في خطر، هذا عيب هذا عار، هذا عيب هذا عار، بلادنا في خطر، بلادنا في خطر، هذا عيب هذا عار، هذا عيب هذا عار، بلادنا في خطر، بلادنا في خطر، يا عميل يا مسؤول، يا عميل يا مسؤول، بركات طلع خانز هاد الملك كنشربو درك والله الا خانز خان يديرو في الشقه ويكون التراب اللي كياخذ منه وخليه يبات صباح. وقلنا للمسؤولين قلنا للقايد قعدنا هنا في دوار غنادر دوار قايد والله الا خانز كنكبوه. ابراهيم غربه شوف وراه دوار ابراهيم محسوب على الغربه. الناس هنا ب 60 ريال وحنا كنخلصوه 140 ريال. على حسب انا كنركب الطوبيس كنركب مع غربه ولدي على ظهري 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 طاكسي كنت بغيتش تدخل الامن ما كاينش علاش ما بغيتش تدخل واش حنا بلدي وما بغيتش تدخل بلدي علاش محسوبين على البلدي كنقول البنات في الطريق علاش محسوبين على البلدي من الطاكسي ما يدخلش عندنا علاش انت تقول لي خرج لك اولا بالحديث على الوضعيه اللي تيعيشوها الدواوير ثمانيه اللي اليوم جاوا في اطار وقفه احتجاجيه. هما راه تسعود كاين دوار ابراهيم حتى هو قبيله نسيتيها سيدي تسعود الدواوير التسعه اللي جاوا اليوم في اطار هذه الوقفه امام كل من البلديات الجديده وامام كل كذا جاوا المطالب ديالهم مطالب اللي هي بسيطه، وكيف ما قلتي انه وارده
هاد المسائل هذا في الديباجه ديال الدستور رغم علته ورغم انه مواقف ديالنا الى غير ذلك من المسائل، ولكن نقول ان حقوق الانسان تثبت بحدا اربع مسائل اساسيه. حقوق الانسان اذا كانت الدوله تتبجح بكونها انني تريد حمايه واحترام حقوق الانسان وتطبيقها وتفعيلها على ارض الواقع، حقوق الانسان تثبت بحدا اربع مسائل اساسيه. هو اولا الحق في السكن، الوضعيه الكارثيه التي تعيشها هذه الدواوين بدون ان نتحدث على البنيه التحتيه وعلى الطرقات وعلى مجموعه ديال الحوايج وعلى الربط بشبكه الماء والكهرباء وعلى الربط بكذا، وضعيه كارثيه وراه ممكن اي واحد ممكن هذه الوضعيه يحدثك عليها الداني قبل ما يحدثك عليها القاصي. هذا جيد. بمعنى قلت الحق في السكن، الحق الثاني هو الحق في التطبيب. حنا تنشوف انه مستشفيات غائبه على هذه الاماكن، وحتى المستشفى الوحيد اللي كاين اللي ممكن يغطي هذا هو مستشفى محمد الخامس، وتنعرفوا المستشفى الاقليمي كيف ما تنعرفوا ان هذا المستشفى مشاكله حديثه وضمن مجموعه ديال الوقفات للاحتجاج ولتنبيه المسؤولين على ان الوضعيه راه كارثيه داخل هذا المستشفى. الحق الثالث هو بالاضافه الحق ديال السكن وحق التطبيب هو حق التعليم. هاد التلاميذ هادو اللي الان البنيه التحتيه من بعد هاد التساقطات هذا مقطوعه، هناك اطفال الان ما تيقدروش يتبعوا الدراسه ديالهم. من نسائل؟ هل نسائل وزير التربيه الوطنيه ام نسائل العامل ام نسائل من نسائل؟ هذا سؤال اخر. والحق الاخير هو الحق في الشغل، بحيث ان هذه الدواوير تعاني بطاله، تعاني فقر، تعاني هشاشه، تعاني مجموعه ديال الحوايج التي تعاني من هذه الدواوير، ورغم ذلك لا من يلتفت اليها.